2024 هو أقصى موعد وأبعد موعد لإسقاط النظام الحالي، ليس فقط لإسقاطه وإنما لإنهائه والقضاء عليه إلى الأبد. النظام القادم نظام عاصف، انتبهي، شوفي كلمة عاصف شلون طلعت، طلعت من أعماق قلبي، لأن قسما بالكعبة لو واحد يفتهم أنا اللي مفتهمه هسا شاهتز العراق كله. نظام لا يرحم على الإطلاق، ولن تقف في وجهه أي قوة بالعالم، راح يلقى القبض عليكم. اللي يموت واللي يقاوم هذا ينتهي هو، خلي يموت موتك، بس إذا بقيت عدل راح تتحاسب، راح يجيبون الفلوس اللي بذبت وين وديت في الدول العالم، راح تأترف بكل جرائم في الفلسفة بشكل، راح تنكشف حقيقة انه مقتدى صدر. هل سيتعرض حال الكل من دون استثناء الاخرين الى نفس المصير؟ اي نعم، حاله، لان احنا جايين قوى ضاربه هائله من البدايه، لازم ننهي كل شيء من الساحه.